بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أعزائي. اليوم راح أتكلم لماذا طائر المينا يفتح حلق. ثلاث أسباب مهمة وأساسية لفتح حلق المينا، مختصر ومفيد. إخواني، أسباب فتح حلق أو فم المينا له أسباب مختلفة ودلائل متعددة، ولكن ثلاث أسباب رئيسية راح نتكلم عنها. أولا، احتمال المينا جائعة وتحتاج إلى الأكل، ولأجل إعطائها الغذاء والتغذية تفتح حلقه. ثانيا، احتمال طائر المينا مصاب بمرض وما يستطيع طائر المينا يتنفس من أنفه، فإيش يسوي؟ يفتح حلقه حتى يتنفس. ثالثا، احتمال بسبب حرارة الجو أو تعرض طائر المينا إلى الشمس الحارقة، أريد أن يبرد نفسه ويخلط جسمه من درجة الحرارة يفتح حلقه كما تلاحظون في الفيديو. أخواني، بعدوا طائر المينا عن الشمس الحارقة، لأن الشمس الحارقة تؤذي طائر المينا واحتمال تقتله. ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. تحياتي لكم، أسرار تربية الطيور.